قرر علماء في وكالة الجيولوجيا الأمريكية USGS أن عدد طبقات الأرض هو 7 طبقات بعضها فوق بعض، تبدأ من الخارج بالقشرة الأرضية ثم الغلاف الصخري ثم 3 طبقات من الوشاح ثم النواة الخارجية والنواة الصلبة الحديدية في المركز. إذن حقيقة علمية مؤكدة تؤكد أن أرضنا تتألف من 7 طبقات. هذه الحقيقة أشار إليها القرآن قبل 14 قرنا، قال تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا نملك أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله.